طيب، وظل القصف المستمر واحنا بنتكلم زي ما بنقول قبل بدء سريان الهدنة، سؤال برضو، يعني هذه الهدنة هل الضغط اللي كان موجود في إسرائيل والمظاهرات اللي كانت تحيط منزل نتنياهو والضغط الإسرائيلي بأنه يعني أين الأسرى، يعني هل ده أيضا جعل الحكومة الإسرائيلية يعني تشعر بأنه هذه الهدنة زي ما حضرتك قلت ربما هذا هو الوقت علشان أيضا هو يتنفس ويجيب أيضا على الشارع الإسرائيلي بالنسبة له يهديه شوية عليه؟ يعني هذه الهدنة سيكون لها تأثير مباشر أولا على حكومة نتنياهو من ناحية، نتيجة أن نتيجة أن الداخل الإسرائيلي يضغط وبقوة لتنفيذ هذه الأسرى، ولكن ستكون أيضا لها ارتدادات قوية جدا على نتنياهو، بمعنى أن هذه الصفقة تشمل 50 فقط من عدد الأسرى، وبالتالي سيكون هناك ما لا يقل عن 204 أسير لدى المقاومة الفلسطينية، وده أيضا سيمثل عمل ضغط على حكومة نتنياهو، بمعنى أن باقي أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس سيضغطون مرة أخرى على حكومة نتنياهو لكي تتفاوض مع المقاومة للإفراج عن باقي الأسرى، وده هيكون عامل ضغط كبير جدا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. أكيد. وبالتالي رضوخ نتنياهو لهذه الصفقة أيضا لترتيب البيت الداخلي الإسرائيلي، لأن البيت الداخلي الإسرائيلي فيه الكثير من التباينات والانقسامات الحادة، سواء أكيد. مع يعني يؤاف جالنت وزير الدفاع، أو حتى مع بيني جانتس وزير يعني رئيس الأركان، أو حتى مع اليمين المتطرف سموتريتش وبني غفير الرافضين تماما لتنفيذ هذه الصفقة، في ظل أن المجتمع الإسرائيلي أيضا في الداخل بالنسبة للشعب اليهودي منقسم على نفسه، هناك من يؤيد هذه الصفقة وهناك من يرفض هذه الصفقة.